تواصل وزارة الأشغال العامة تنفيذ المشروع أو مشروع مبنى الإدارة العامة لأمن المنشآت لوزارة الداخلية، وذلك في منطقة صبحان الصناعية. مشاهدينا، والحديث أكثر حول هذا الموضوع ننتقل معكم إلى موقع المشروع، وينضم معنا زميلنا نجيب القحطاني الذي يرافق فريق وزارة الأشغال في صبحان. نجيب، الله يعطيك العافية، دائما تتحفنا في تغطياتك في العالم هذا الصباح. شلون تسير عملية المشروع وكيفية العمل فيه، ومتى المتوقع الانتهاء منه؟ تفضل نجيب. شكرا زميل يوسف، أصبح عليك بالخير وعلى الزميل منصور وأسرة هذا البرنامج العالم هذا الصباح. مثل ما تفضلت، احنا موجودين في مشروع مبنى الإدارة العامة لأمن المنشآت في منطقة صبحان والتابع لوزارة الداخلية، لكن الجهة المشرفة على هذا المشروع وزارة الأشغال. راح نتكلم أكثر عن هذا المشروع. هذا المشروع يتكون من 8 مباني، راح يكلمنا عنها المهندس محمد العازم مدير هذا المشروع بوزارة الأشغال. مهندس، صبحك الله بالخير ويعطيك العافية وعساك على القوة. احنا معاكم في هذا المشروع ما شاء الله من بداية هذا المشروع. اليوم هذا المشروع يعني حتى المشاهدين يعرفون عن هذا المشروع انه شبه جاهز الان. حياكم الله بمشروعكم، مشروع انشاء وانجاز وتاثيث وصيانه مبنى الاداره العامه لامن المنشات. المشروع يتكون من 8 مباني: المبنى الاداري، ومبنى المهاجع والخدمات، ومبنى التدريب والرمايه، ومبنى الورش، ومبنى المسجد، ومبنى محطه التكييف، ومبنى محطه الكهرباء، وكذلك البوابات والسور، ومبنى المسجد. المشروع حاليا يعني أطلقنا التيار الكهربائي بتاريخ 17 يناير 2022 اللي فات، وبعد إطلاق التيار الكهربائي تم تشغيل وفحص أنظمة المبنى والمعدات الموجودة في المبنى من نظام التكييف، وكذلك بعد التشغيل وتشغيل وفحص الأنظمة سلمنا قوة الإطفاء العام اللي هو المكافحة، وكذلك الإنذار والحريق ونظام المصاعد. مهندس، احنا كنا معكم قبل يعني يطلق التيار الكهربائي في هذا المشروع، لكن ما شاء الله الان التيار الكهربائي موجود. حتى نوضح مشاهدي الكرام مساحه هذا المشروع، مساحه البناء كذلك مساحه هذا الموقع. مسطح ارض المشروع 40,000 متر مربع، مساحه البناء 21,500 متر مربع، موزع على مباني المشروع. مباني المشروع مثل ما ذكرناها قبل شوي، أكبر مباني المشروع اللي هو مبنى الإداري اللي حاليا احنا متواجدين فيه، واللي يعني 50% من قيمة المشروع بهالمبنى. وهالمبنى يضم يتكون من سرداب وأرضي وأول، وكذلك مبنى المهاجع ومبنى التدريب والرماية. المبنى هذا فيه خصوصية غير عن المباني الأخرى بوجود الملجأ في سرداب المبنى نفسه، وكذلك المسرح في الدور الأرضي والمسبح، وكذلك قاعات الاجتماعات في الدور الأول. احنا مهندس مثل ما تفضلت، احنا الان موجودين في المبنى الاداري. خلنا ناخذ المشاهدين معنا في المبنى الاداري ونوضح المبنى الاداري شنو فيه، ننتقل حق المبنى الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وهو في هذا المبنى. خلنا حتى نوضح المشاهدين الكرام، نتخنا كاننا ناخذ لنا جوله في هذا المبنى. حياكم الله. المبنى الاداري مسطحه تقريبا 8000 متر مربع، تكون من سرداب وارضي واول. مبنى المهاجع والخدمات بمسطح 2800 متر مربع بدور أرضي وأول. مبنى الورش تقريبا 500 متر مربع بدور أرضي وأول. مبنى التدريب والرماية بسرداب وأرضي وأول بمسطح 2100 متر. مبنى المسجد بدور أرضي 200 متر تقريبا. مبنى التكييف تقريبا 200 متر مربع. مبنى محطة الكهرباء تقريبا 400 متر مربع. مبنى البوابات والسور تقريبا بثلاث بوابات، منها بوابتين رئيسيات وبوابة ثانوية، تقريبا 500 متر مربع. باقي المشروع اللي هو مواقف المشروع 273 موقف تقريبا، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء لسهولة التنقل والممرات الموجودة في المشروع. خلينا نتكلم كذلك ان يعني هذا المبنى الان جاهز تقريبا، متى ان شاء الله راح يتم تسليم هذا المبنى الى وزاره الداخليه؟ بعد ما اطلقنا التيار مثل ما ذكرنا فحصل الانظمه وسلمنا الاداره العامه للمطافي لقوه الاطفاء العام. المبنى الحين جاهز، وتم تشكيل لجنه الاستلام الابتدائي
بآخر الشهر بعد العيد إن شاء الله المشروع إن شاء الله يتم تسليمه إن شاء الله بعد العيد بإذن الله. مهندس، هذا المبنى مثل ما تفضلت أنه جاهز إن شاء الله، راح يسلم إن شاء الله حسب ما قلت إن شاء الله أنه بعد العيد، لكن هذا المبنى كذلك مجهز بأنظمة حديثة، أنظمة أمنية، نظام أمني يعني مميز جدا. النظام الأمني في المشروع فيه نظام السكوريتي، نظام البوابات، وكذلك مزود بتقريبا أكثر من 230 كاميرا مراقبة، بأرشيف سنة كاملة، متى ما تم الرجوع متى ما بغوا يرجعوا لها يرجعوا لها. وكذلك في بعض الغرف الخاصة في المشروع والمهمة كذلك يتم الدخول لها عن طريق البصمة، وكذلك الدخول لها خصوصا هذه الغرف يتم عن طريق كذلك التسجيل بنفس الثانية الدخول والشخص نفسه. في موجود في هذا المهندس، مهندس في غرفة تحكم موجودة بتحكم هذا المبنى بالكامل؟ المشروع فيه نظام البي ام اس، البيلدينج مانجمنت سيستم، اللي هو نظام إدارة المباني، بحيث ان تقدر تتحكم في المشروع من غرفة الكنترول واحدة، بحيث تقدر تتحكم في التكييف، الإضاءة، معرفة صيانة المشروع نفسه كلها، القطع اللي محتاجة صيانة تقدر تطفي عن مكان، تشغل عن مكان بغرفة كنترول واحدة، ما يحتاج يعني تطلع تروح تشوف، لا كل شيء واضح قدامك، معدات المبنى يعني عندك سيستم كامل موجود، سيستم كامل، سيستم للصيانة، سيستم للتشغيل، سيستم للإطفاء، غرفة كنترول واحدة، ما يحتاج يعني تعيد وتزيد على هالموضوع. بعد مهندس، بعد ما يسلم هذا المشروع لوزارة الداخلية لابد أن في جهة مشرفة تكون متابعة وصيانة هذا المبنى، على اساس أن لا حصل شيء تكون أنتم متواجدين تقوم بصيانة العطل اللي يحصل أو في بعض الشغلات اللي موجودة، حتى يعرفونها وزارة الداخلية كل نقطة في هذا الموقع. المشروع من ناحية المشروع العقد فيه عقد صيانة سنتين بعد التسليم الابتدائي، سنتين صيانة على المقاول، خلال هالسنتين هذول راح يكون متابع من قبل وزارة الأشغال العامة لأي عطل أو أي ملاحظات تبديها الجهة المستفيدة على المشروع خلال السنتين هذول. هل مثلا في لابد أن كان في تعاون بينكم ووزارة الداخلية يعني مشاهدة هذا المبنى، المسؤولين الموجودين شاهدوا هذا المبنى، بعض الملاحظات اللي صارت، بعض المعوقات اللي موجودة واجهتكم في هذا المشروع؟ في تواصل دائم مع الجهة المستفيدة اللي هي وزارة الداخلية، وكذلك يعني يبدون ملاحظاتهم، وكذلك موجودين ويانا في لجنة الاستلام الابتدائي إن شاء الله اللي راح تكون بعد العيد بإذن الله، وللأمانة الجماعة مو مقصرين، ويعني نعطيهم لهم منا جزيل الشكر، مو مقصرين في إبداء الملاحظات، المرور الدائم للمشروع. شوف مهندس، المسطحات الخضراء اللي موجودة أمام البوابة الرئيسية ما شاء الله تعطي منظر لهذا المبنى. عندنا من ناحية المسطحات الخضراء روعي الجانب البيئي أخ نجيب في المشروع، عندنا محطة تنقية للمشروع لفضلات المشروع، تم يعني توصيل لهذه المحطة، ومن هالمحطة هذه يتم التنقية، والماء اللي طالع راح يكون إلى خزانات خزان ري، يتم سقي المزروعات من هذا الخزان. الله يعطيكم العافية مهندس محمد العازم، نائب مدير هذا المشروع في وزارة الأشغال، وهو مشروع مبنى الإدارة العامة لأمن المنشآت، عساكم على القوة، احنا موجودين معاكم ببداية هذا المشروع، حتى اليوم ما شاء الله تعتبر هذا المشروع مهندس خالص وجاهز إن شاء الله، مثل ما تفضلت إن شاء الله راح يسلم هذا المشروع إن شاء الله بعد عيد الأضحى إن شاء الله مبارك يكون استلمونا وزارة الداخلية، ونقول لكم يعطيكم العافية وعساكم على القوة. هذا العشاء ما شاء الله بالشباب الكويتي اللي يكونوا موجودين مشرفين على مثل هذه المشاريع لخدمة هذا البلد. مشاهدي الكرام، كنا معكم في هذا النقل الحي المباشر من مبنى الإدارة العامة لأمن المنشآت التابع لوزارة الداخلية والجهة المشرفة على هذا المشروع وزارة الأشغال. راح نرجع إلى يوسف وإلى منصور لتكملة فقرات البرنامج العالم هذا الصباح، لكم الهوى الزملاء، تفضلوا. كل شكر لك زميلنا نجيب القحطاني، وشكرا لك ولضيفك الكريم على هذه الصورة الحية والمباشرة مثل ما ذكرت حول هذا المشروع الحيوي.